استاذه سلوى تتفضل. عليكم. عليكم السلام كده، تتفضلي يا استاذه سلوى. نعم معلش انا سؤالها اسرع حضرتك، بس هو دلوقتي انا ليا اخ بقى والدتي توفت بقى لها سنتين. نعم. بس هو قطع سيره الرحم وقعد قبل ما هي تتوفى قعد شتايم وقعد يقل ادبه عليا ومش عارف ايه. انا كنت بروح لها، كنت بروح لوالدتي ما قطعتهاش. انا كنت متجوزه وما بيني وما بينها محطه على الحي انا مش عارف ايه، وقعد كتير يعني. المهم ايه، اتهمني ان انا ما باجيلهاش، اتهمني مش عارفه ايه. فدلوقتي بعد ما توفت هي كانت مديني دفتر، والحمد لله يعني دفتر ان انا قدرت ان انا احافظ عليه، واخد بال حضرتك؟ فانا شلته عندي لحد على ما قدرت اتوصل. استاذه سلوى، هم خدوا حقهم. ممكن تساليني سؤال لو سمحتي؟ السؤال فين؟ اما حضرتك اما الدفتر بيتهمني ان انا خدته من ورا والدتي، وهي والدتي من وصياني كانت عليه شايله معايا. بصي يا استاذه سلوى، وعمال يتهمني كتير، وعمال دلوقتي قطع سيره الرحم. استاذه سلوى، انت بتسالي دلوقتي على نعمل ايه في الدفتر ولا نعمل ايه في اتهاماته؟ استني بس، هو خده خلاص الحمد لله، وخده وتوصل لهم حقهم. طيب يعني انت بتسالي دلوقتي ماذا افعل في اتهامات اخي وفي قطعه للرحم، صح؟ ايوه هجاوب على حضرتك يا استاذ سلفا. بصي يا ستي، اخوكي اللي قطع رحمه انت وصليه، اوصليه ولو باقل ما يمكن ان يوصل به. انما انا شايف شويه ان في سنه حساسيه، هو بيتهمني. ممكن يبقى سؤال مجرد، مش لازم يكون بيتهم حضرتك. هو بيسأل ما أمي كان عندها إيه؟ فين الدفتر اللي فيه فلوس أمي؟ مش لازم يكون السؤال ده معناه اتهام. كونك أنت حاسة بأنك وحيدة وأخوك المفروض يراعي وحدتك، وهو عنده أسرته وهو المفروض يراعي وحدتك ويراعي أحوالك، وأنت شايفة أن هو مش قايم بواجبه ناحيتك، ده مش معناه أن كل كلمة هيقولها لك يبقى فيها اتهام وفيها قسوة عليكي، لأن مش الطريقة دي هي اللي تجذبه إن هو يهتم بيكي. اهتمامه بيكي هيجي من حسن معاملتك ليه. فبتسأليني أعمل إيه عشان صلة الرحم وأعمل إيه عشان يبطل اتهامات؟ أنت ببساطة خالص أحسني إليه ووصليه وما تستخدميش معاه لا اللوم ولا الانتقاد. لو عملت كده يبقى أنت بتحققي قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن، وبتحقق قول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. ربنا يجعلك إن شاء الله من أهل صلة الرحم ويجعله إن شاء الله في ميزان حسناتك يا سادة.